انهضي عليك يا امان الله. من ايش هربانة؟ ومن وين عرفت؟ قلب المؤمن دليله. ايش اسمك؟ رابع. رابع، وقصدها مدينة البصرة لأهلك وناسك؟ أهلي وناسي، أنا مالي حدا يا شيخ. فتحت عيني لقيت نفسي عايشة مع واحدة بتمد كفها لأجل ما تكفيني ذل السؤال. كان الحنظل في بقي طعم العسل، ياما رقدت على التراب وأنا فاكراه ذهب، لأجل عمري ما شفت الذهب الحقيقي. لحين ما رجعت الست عالية من البصرة. دينار يا ربعة، دينار في كفي تشعل الأبدان وتدفي. نورت ديارنا يا علي. عالية، عالية اللي اتولدت في الدرب وعاشت فيه سنين طويلة، ولما اتضايقت هربت على البصرة، وهناك عاشقها أمير عيشها في نعيم ما تحلم بيه بنت من بنات الدرب. زينب. نعم. قولي لي، كل من راح البصرة بيصير لهذا الحال؟ من قال له هذا الوجه وهذا القوام بيصير حاله كيف حله؟ أنا جميلة مثل عالية؟ وحق هذه النعمة أنت أحلى منها. أنا؟ اسألي مرايتك وهي تدلك. باقي دينارين يبقى مهر رابعة تم، وشملي عليها اتلم يا دم. باقي دينارين وتبقى مرتي. والله لو فيني الرجال وما بقى غير البغال، لا فر منك واقول للبغل يا غزال. طلع يا خالة. ليش تتكبري يلي ما طمر فيك البيتي؟ من الطريق لبيتك وطعمتك وكسيتك لاجلي يوم ما لمك على ابن اختي مغاز. والله لو جابني نوق الشام ما اغرب نفسي حتى ولا في المنام. ها؟ كل يوم أهيم على وجهي في البرية، وصورة عالية لا تروح من بالي، ولا الرحيل للبصرة يفارق خيالي. مر يرميها قدام الحصان، ساعتها يفلت الزمان من ايده ويضع، ولما يقع نبقى وقعنا على الكنز الكبير. حاسب الرصاص
لولاك يا صبية كنت مت. لكن ايش جابك هنا؟ انا ساكنة في النواحي هذه. ومين يقدر الجمال ده في هذا الخراب؟ لو كنت في البصرة ما كان حالك بجد الحال، كنت سكنت القصور وملكت قلوب الرجال. انت من البصرة؟ تاجر هناك. حق من البصرة؟ نعم. ولا القصر مليان بالعبيد يحضروا لك كل ما تريد؟ اها. في الغدا تاكل خروف كبير وتتعشى بلحوم الطير وتحلي بتفاح وفطير. تعالي البصرة وانت تشوفي بعينيكي، هستناكي. لحين ما نتقابل في البصرة يا أجمل من رأت عيني. لحين ما نتقابل في البصرة، لحين ما نتقابل في البصرة. البصرة، البصرة. مليحة جارية صبيحة.
يروح ينوح. ايه يا ترى؟ بيقول الدموع تغسل الذنوب وتطهر القلوب. كيف ما تعرفيه وانت من اهالي البصرة؟ انا غريبة. غريبة؟ يا عيني. مالكيش قرايب في البصرة؟ خدي كلي. خدي خدي. هو تعرف السيد عصام الدين شاف انظر التجار؟ اعرف. لقيتك ومالك مهرب مني. يا حبة عيني. كل هذا من نصيبك. حلال عليك. لكن دي غالية يا ابو. ما يغنى على الغالي غالي يا بنتي. بنتي بنتي بنتي. وهذا ما يغلى عليك يا بنتي. تعيش يا امي. كلام ما تفهمه غير النساء. اتق الله في ظنك يا عجوز السوق. اسمع. يعني الاوان لك لي منبيع رابعة. لبسناها وزيناها وعلمناها ترقص لك لي ما تفتن قلوب الرجال. واليوم لازم نجني زرع ايدينا. يا خديجة ان كنا زرعنا تراب اصبري علي حتى نحصده ذهب. الصبر يا خديجة الصبر. عينك يا شقيق ابليس عينك. أعوذ بالله استغفر الله العظيم. يا سكان البصرة إسماعيل، الحاضرين منكم يبلغوا البيتين. جبنة الشهبندر عصام الدين خارجة لبر الشام بعد أسبوع بالتمام. اللي يريد منكم الربح يشترك قبل ما تتملي الحوايم. يا سكان البصرة اليوم أحسن بكرة. سيد حسان 500 دينار. سيد عجل 700 دينار.
عثمان ابو حجر 1000 دينار. نويت تروح حفل السيد خليل؟ والله تريد يقول انك متحسر على دلال؟ انا كان مناري تغني في داري، لكنه دفع فيها اكتر. هو كسب مرة وانا اكسب التانية. حق يا ثابت اللي بيقولوا عنه دلال. دلال جمال وصوت سبحان من وهم. جد والله كده سمعتها يا فاضل. اسيب البلبل واسمع الغراب، اسيب بنتي واسمع دلال. بنته قصدي جريتي. عمال تحكي وتتحاكي على بنتك ولا شفنا لك لا بنت ولا ولد. معدنا ان شاء الله يوم الخميس في بيت السيد خليل العتيق. حق يا ابوي، عصام الدين جاي الليله؟ جاي ومعاه سادات البصره واشرافهم ومعهم السعد والخير. وبعون الله ما يفوت الليل يتم مرادك والسعد يكون خدامك. تعيش يا ابوي. وهذا صاحب الدار السيد خليل آل عتيق. مفاجأة الليلة يا سادة يا كرام، يا أكابر البصرة والشام، ربة الحسن والجمال، مديرة عقول الرجال، الفاتنة دلال. إذا قلت ما بي يا بسينة قاتلي من الحب، قالت ثابت ويزيد. إذا قلت ما بي يا بسينة قاتلي من الحب، قالت ثابت ويزيد. قليلك الأدب هذه من تكون؟ هذه بنتي يا سيد خليل. ما عرفت أنك صرت أب. قصدي زي بنتي. أرجوك تسامحها يا سيد خليل، هذه صبية جاهلة. الجاهل يتعلم. حتى قدامي يا رابعة. رابعة؟ أمال وين الأولى والثانية والثالثة؟ اكشف عن وجهها يا صابر، ولا خايف ننخض لما نشوفها؟ اللي خاف على عليه من نور الشمس يقفلها. اشرقي يا رابع. تبارك خلاك فيما خلق. صابر مولاي، قريتك هذه قصدي بنتك تغني وترقص يا مولاي. هيا هيا امرك تبارك. رابعة غني يا رابعة وارفعي راس ابوك للسحاب. لكن وين عصام الدين؟ زمانه جاي في الطريق. غني يا رابعة غني. سألت عن الحب أهل الهوى، سقاط الدموع ندام الجوى. سألت عن الحب أهل الهوى، سقاط الدموع ندام الجوى. سألت عن الحب أهل الهوى، سقاط الدموع ندام الجوى.
نورت يا سيد عصام. وجودك يا سيد خليل. تفضل على يميني. سمعتها قبل اليوم ولا ريت صابر. غلوة واحدة ما تكفي. تكفي وقت تكفي. ادفع لك 200 دينار وخليها تغني. طبعا غالية عندي ما يكفيني فيها 2000 دينار. خديها عالدار. وانت هشتغل. هيا يا بنتي. وعصام كل شيء ينحل يا رابعة. هذا الوجه الجميل رأيته قبل اليوم. تقصد رابعة؟ بالتأكيد. لكن متى؟ وين؟ أدفعك 200 دينار. 300 دينار. 500 دينار. والله ما تبلت منك. هندفع 600 دينار. الصمت يا سادة أرجوكم الصمت. إحنا ما في سوق العبيد. إحنا في دار سيد ابن أسياد. وإذا أراد السيد خليل أن يتم البيع في داره ما عندي مانع. صابر يبيع قريته اقصد بنته اشتريها وادفع فيها 1000 دينار. 2000 دينار. 2500. 3000 دينار. 3500. هيه يا مسعود هيك انا والله اقبل من جدي مخصوص. 6000 دينار. ها؟ 6000 دينار؟ 6000 دينار؟ حطي بس 7000 دينار. 7000
دينار. أنا عليك يا سيد خليل. 10,000 دينار. لا تغضب يا سيد خليل. هو عندي تسوى أكثر من 10,000 دينار. تسوى 12,000. 15,000. يكفى يا سيد عصام. لا تنسى القفل خارجة بعد أيام ويلزمها المال. يكفى. والله ما أكتفي إلا برابعة. العقل يا سيد خليل. لا تخلي الغضب يكسرك. والله ما حينكسر إلا عصام الدين. خليل قال عتيق لا يغلبه غلاب. أدفع 18,000 دينار. 20,000 دينار. العجين يا ام. الايام دول يا سيد عصام. غلبتك مرة غلبتني التانية. مين عارف ايش يجرى بعد اليوم. حلال عليك ربعة. الجنة؟ الجنة هادي تبقى دارك. داري كيف؟ قصدي دار سيدك ومولاك اللي دفع فيكي ثمن ما تحلم بيه بنت كسرة. لكن مالي قارية. أنا حرة. ما يملكني غير الله. أنا عدوية من بني عدي الأحرار. بني عدي الأحرار. وبيش فادوكي بني عدي الأحرار؟ تركوكي في الطريق لا توب ساتت برك ولا لقمة تشبع جوعك. حقك تبوسي يدي اللي غرقتك في النعيم. حرام عليك يا ابو. ليش تكسى علي بعض العطف والحنان بعد ما خلتني أعطي الأمان للزمان؟ خرجني من هنا يا ابو. من اليوم اسمي صابر التاجر الجواري وانت قارية من كثيرك اللي دفع فيك المال. وين وانا اكلم واقول له انا مين وبنت مين؟ وين صاحب القصر هذا الظالم اللي تقولي عليه مولاي؟ ودمع عيونك يا روعة. مولاي عصام الدين. ايش بيك يا روعة؟ متضايقة من ايش يا اجمل من رأت عيني؟ كان املي اوهبك روحي ولا يدياني لك بياع. من يوم ما رأيتك وانا عايش اتمنى الساعة اللي تجمعنا فيها دار واحدة ونصبح أليف وأليف. لكن ما هو سيد وقريب مال راجل وحليلته. كن راضي عن عبدك صابر يا مولاي. بإذنك يا مولاي. بإذنك يا مولاي. لا تظني إني ملكتك بالمال. أنا مدين لك بحياتي. أنا ملك يمينك. إذا كنت تريدي تكوني حليلة اتمني علي. ست عالية. تعالي يا عالية. هذه رابعة. قدم الخير علينا بإذن الله. والله ما يعلم الغيب إلا الله يا سيد عصام. يا هند اذهبي بمولاتك رابعة. ايش بيك يا عالية؟ ما عجبتك رابعة؟ والله يا سيدي قلبي منها مقبوض. ما ادري كيف هان عليك تدفع فيها 20,000 دينار وهي ما تساوي تكون خدامة قرار. هذا كلام الغيرة والحسد. لا والله يا مولاي. أنا جارية من جواريك ومالي حقوق عليك، لكن العشرة تخليني ما أطيق عليك النسيب. كيف تدفع كل هذا المال والقفلة أولى بيه؟ أنا أضرب عالية. رابعة يسعدني وجودها معي. لا تحاولي تعكري صبي معها. خسارتك يا رابعة. لولا عجوز السو اللي مشبكاني عشقي وقلبه ليل نهار ما كنت فرطت فيها ولا بمال قارون. يا بخت عصام الدين. لقيته شهرين ما حد شافه في السوق.
ليل ونهار قاعد مع رابعة. قايم يحب، نايم يحب، غرقان لودانه في الحب. غرقان في الحب ولا غرقان في الدين؟ ايه؟ ايش نقول؟ عصام الدين ماله ما يفرق. ماله ما يفرق؟ قوم وشوف كلام التجار اللي بيقولوه. قوم. 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 انا ساقك. سعيدة يا رابعة. لو سعادتي اتفرجت على الكون كله ما كان يعود في بائس ولا حزين، لكن خايفة. خايفة وانا جنبك؟ الخوف يبتعد عني يا مولاي. عن قريب يا رابعة يتم جوازنا. ما يهمني، كل اللي يهمني انك تفضل معي، تملى عيني ضيق ولا تغيب عني شوي. حق عشقاني يا رابعة. من ليلة ما شفتك في الحي، ليلة ما نجتيني من اللصوص، وافترقنا على موعد، واجتمعنا على صدفة. صدفة عمري يا عصام الدين. آسف يا سيدي الشهبندر، لا تؤاخذني، ولكن الأمر هام. خير؟ دعوة من قاضي البصرة. احتلت علينا وختمه لنا بدون حق. اشتريت سارق أموال. أخذت أموالنا يا محتال. يا سيد عصام الدين، صح كلام التجار، حنبيع دارك وجواريك لك لما نرد كل صاحب حق حقه، وإنما كفى البيع الجلد والسجن حيكون مصيرك. ايش قلت؟ اقول ان المال موجود والقطنة حتسافر، وكل من شارك فيها حياخد ربحه او يتحمل خسارته كيف شريعة التجار. بعطيلك مهلة 7 ايام حتى تسافر القافلة ان شاء الله. لا تعطيه المهلة الا بالضمان. عندك ضامن يا سيد عصام الدين؟ من منكم يا سارة البصرة يضمن السيد عصام الدين؟ انا اضمنه. خد توقيع السيد خليل آل عتيق على تعهد السيد عصام الدين. جزاك الله كل خير يا سيد خليل. استغفر الله يا سيد عصام، انا وما املك طوع امرك، لكن لي عندك رجاء. امر. كلمتين ما يصح لهم هذا المكان. انا تحت امرك في اي مكان. في داري. والله لو كنت اعلم مقصودك هذا ما كنت وضعت يدي في يدك ولا دخلت لك دار. خذ قصري بما فيه، خذ الخان، خذ بساتيني وكل ما املك الا ربع. وانا ما يرضيني الا ربع. ان كنت تريد بهذا الانتقام لاني فزت عليك واخدت منك ربع، فالسجن والتشريد علي اهون. يا سيد عصام، ربعة حتعيش في داري رهينة لحين ما تعود القبل. صدقني، رهينة في الحفظ والصون. مستحيل، وانا لا ارضى بهذا. والفضيحة والجلد والنفي حتى ولو كان على قتلي. لا تهتم ولا تغتم يا عصام، انا ابدي راحتك بروحي وقلبي. لا يا رابعة لا، ولا ما تخطي بال خليل وانا عايش على وجه الارض. لا يا سيدي، العقل يقول لازم تعطيها له. انا فاهمك يا عالية، فاهمك. مولاي، عالية تقول الحق. تقول الحق؟ اعيش في دار خليل لحين ما يترد لك مالك، ارجع لك نار العشق زايدة في قلبي، واحلب بحبك يا مولاي بان خليل ما حيلمس لي توب طول ما انا في داره. Thank you.
لو كان على عمري. انتصر خليل واستسلم عصام الدين وذهبت الرهينة الغالية، ودعا اهالي البصرة ليؤكد لهم انه اصبح صاحب رابعة ومالك امرها. مبروك عليك بابا. الله يبارك فيك. ايش هذا التوب يا بشير؟ وين توب الليالي والمسرات؟ ما رضيت تلبسه. رابعة تسحر حتى ولو كانت لابسه هلاهيل. اي والله صوت. سادات البصرة يريدوا يسمعوا صوتك، هيا اسحريهم يا رابعة. تفضلوا تفضلوا. مددت يدي
ليلتك يا مولاي، والله داعي لك بالهنا والسرور. وين هات يا بالنوم؟ ما اريد النوم. امال ايش تريدي؟ ذهب لولي مرجان؟ تمني علي يا رابعة حتى تكوني سعيدة. سعادتي في داري يا سيد خليل. انت في دارك يا رابعة؟ داري مع سيدي ومولاي عصام الدين. انسي يا رابعة، انا صرت مولاك، انا صاحب امرك الى الابد. وين عهدك لعصام الدين؟ قلت لك انسيه، انا وحدي مالك جسمك وروحك. مالي سيد الا عصام الدين، ولا يملكني بعده غير الموت. حقي عليك اعظم من حق الموت. انا احبك، انا اميدك، انا احبك يا رب. انا بكره بعد عني، كنت خايف على روحك بعد. الليالي بيننا يا ربعة مصيرها تنسيك عصام وترميك في عشق خليل. ليش يذكر الله يا ربعة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن أنا قلبي ما حيطمن إلا بعودة عصام الدين. يا رب عجل بعودة الحملة حتى يتهنى الحبيبي. اشبكنا يا مسعود، وبشر السيد عصام وقول له باقي لنا يوم ونصفر البصرة. معروف يا سيدا. السيد عصام، شرفت الدار يا كبير التجار. انا جيت ابشرك يا سيد خليل، في الصباح ارد لك مالك وترد لي ربعه. قفله وصلت وخارج الساعه القاها. هنيالك يا سيد عصام، لا على سلامه القفله وحدها، ولكن على اخلاص ربعه وحبها ليك. لا اعطاني يعطيك. يا ترى تسمح لي ابشرها؟ نحن نبشرها. السيد عصام يريد يقابل ربعه. تفرط في رابعة يا مولاي؟ رابعة بقي عندي ليوم القيامة، كانت بعيدة عني وما عزت علي، كيف بعد ما أصبحت عندي تفلت من يدي؟ لكن إيش راح تفعل يا مولاي؟ عصام خارج لوين الساعة؟ بيقول على طريق القافلة. طريق القافلة مليان قطاع طرق ولصوص. حق؟ حق، لكن إيش تقصد يا مولاي؟ قطاع الطرق حيتربصوا له لاجل يسرقوه، وندافع عن روحه حيقتلوه. حق؟ حق. فات الكتير، ما بقى الا القليل يا رابع. وتلم الشمل يا عصام، ولا فراق بينا الا بالموت. خدني معك يا عصام. لابد اقابل القفله، هذه حوايدنا. اخاف عليك من سفر الليل. حبي لك يحميني من كل سوء.
تشوف وشك بخير. يا أجمل من رأت عيني. زمان ومكان. الله وين الله؟ اريد القى حتى اقول له ليش 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 اختار عصام من دون العباد حتى يحرق قلبي بنار الفراق؟ ليش ما اختار سواء؟ ليش ما اختار سواء؟ ليش ما اختار سواء؟ استغفر الله يا رب وارضي بحكمه. انت شابة وجميلة والحياة قدامك زاهية، ليه تضيع شبابك على اللي راح؟ انسي انسي الماضي يا رابا. انسى كيف انسى؟ الدنيا قدامك بحر مسرات، ارمي قلبك في الطيار، خليه يهيم مع الامواج، خليه يعب ويشرب بالبهجة والأفراح، تطيب الجراح وتنسي اللي راح.
أصبحت رابعة في طريق النسيان، تغترف من ملذات الدنيا وشهواتها، فاستسلمت لخليل جسما بلا قلب، وكفرت بكل قيم الحياة، وأمعنت في الفرار من نفسها وذكرياتها. أنا مليون جارية من جواريكي، خدامتك وملك إيديكي، لكن السيد خليل ملكني ضمن ما ملك من أموال عصام الدين وفى لديونه، وما كان عندي مال أعتق به نفسي وأشتري روحي. يا عالية، من يوم ما كنت صبية في الضرب كنت عالية في نظري، خدي هذا كل ما تملكه يدي حتى تصبحي من الأحرار. وين أروح؟ وكيف أواجه الدنيا؟ كان جمالي شفيعي، اليوم راح الجمال والشباب، ما بقى غير لوايتي على الأحباب. نصيحة يا رب، فكري في الدنيا، لا تغتري بيها، لا تعطيها الأمان. ربيع العمر أيامه قصيرة لكن خريفه طويل، ويا ولنا منا أيامه طويلة وباردة مثل حد السيف. ربيع العمر قصير وخريفه طويل، ويا ولنا منه من ليالي. تعالي جنبي يا ربع. والله الموت رحمة من غدر الدنيا. ايش هذا القول يا ربع؟ هذا والله قول الحق، الدنيا تضحك لنا لجل ما تبكينا، وتبكينا لجل ما تضحك علينا. رجعنا الكلام عالية الملعونة. الحمد لله اللي عتقتها وتركتها ترحل قبل ما تسمم افكارك. اشربي يا ربع، متعي شبابك ولا تفكري الا في اليوم. يا خوفي من بكرة ويا ويلي من الغيب المجهول. الله يخرب بيتك يا عالية. اضربي يا ربع اضربي. وقع الصد والله وقع. تسبقيني واغلبك. Oh,
عليكم يا قوم. كنت في طريقي واشتد علي العطش. هذا ثوبان ابن ابراهيم الزاهد ذنون المصري. هذا رجل صوفي من الزهاد هايم في حب الله. يا غلام ازق الشيخ. بسرعة وحياتك خدير حلوي غور. معك والله يا ثابت، ما تخاف الشياطين الا من الملائكة. والله وحلاوة قعدتنا وما حنضحك الليلة الا على كبير الزهاد. دق الطبل. معنا ولا لا؟ انا لكم دينكم ولي دين. لكن انا الحب ديني والكأس مذهبي. كلنا عليم بكأسه وكلنا يصبو الى شرابه، وما اروعه من كأس يا صبية، كأس كان مزاجها كافورا. كافورا. افتكرناك تقول عربي ولا نبيز. هو الكافور بيذكر يا سيدنا الشيخ. قلت الحق يا سام. انا اريد كاس الشفايف. لو دقت الحب يا ثوبان. لو سكرت بقبلة الحب من شفايف الحب. عرفت الحب يا ثوبان؟ الحب يا صبية. صبية؟ اسمي رابعة، نسيت؟ وكيف انسى يا رابعة، يا من تسخرين من الحب ولا تعرفين سره الخالد. احب يا رابعة، املئي قلبك بحب الله تتفتح لك مغالق الغيب وتتذوقين لذة الفناء في الهوى الروحي. الحب هو التضحية، هو الفناء، هو الصفاء الذي تنسين فيه عوالم الناس. لكن ايش يكون هذا الحب اللي من غير قبلة ولا حتى ضمة حبيب؟ يا لجلالها قبلة الخشوع والاعتراف بالحمد لصاحب النعم، حين نعفر وجوهنا في التراب نقبل صنع يديه ونسأله التوبة علينا نحن الكافرين بالنعم. وضمت الحبيب يا ثوبان ما احسست بها؟ احسست حرارتها يا رابعة، فاذابت لي وانا متجه اليه بمجامع القلب والروح وهو صاحبها. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. حيرتني والله، عندك لكل سؤال جواب. لكن ايش تكون منى الحياة عندك؟ زهد واعتكاف وحرمان من متعة الدنيا؟ قد تكون حياة الزهد أمتع من حياة اللهو، ومتعة الزاهد لا حرمان فيها إلا من الغث، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولا الدار
الدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ أكرمني الله بك اليوم يا رابعة، ولأن يهدي الله لي قلبك إلى التوبة خير عندي من الدنيا وما فيها. الحمد لله. يا معشر الشباب، هذه الأجساد للتراب، فادخروا في قلوبكم محبة الله سخيرة ليوم الحساب. المحبون هم الواصلون، تتباهى بهم الملائكة في الملأ الأعلى. ألا إن حب الله عز وأمل، وحب غير الله خزي وخجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللي فهم حاجة ينبهني حتى أضحك. أخرس. هذا وقت مرح وصول يا ربعة. هيا عوضينا على اللي راح من وقتنا مع الشيخ ثوبان. أغني يا ربعة. ما عاد اليوم في قلبي غرة. هيا نرجع. يعملوها زهاد وقع فيها العباد. روح يا شيخ، الله لا يسامحك. الله الله حي الله يا حسنه، والليل يسمعه بالذيب صوت ودمعه جاري. الله حي اتركيه يا عبدة، اتركيه. اخفت الدايمة. كان زمان يا عبدة، كان زمان. ندما على ما فات يا مولاي. لا تفكري في اللي فات، فكري في اللي جاي. انت لسه شباب، لساكي على اعتاب الحياة. ولما تفرغ الحياة بايش حقابل صاحب الامر؟ بذنوبي نفسي اعفر وجهي في التراب واصرخ واقول يا سيدي ويا سندي. يخجلني منك ثقل اوزاري، كيف القاه بوجه سودته الذنوب. يا غافر الذنوب اغفر لي. ما صدقنا نخلص من عالية حتى يصلينا ثوبان. عالية عالية فتحت عيني على الدنيا واحوالها، لكن ثوبان فكرني بمولى الدنيا والاخر. وما حدا فكرك بمولاكي الراحل الليلة الى الشام؟ انت سيدي وانا جاريتك، ولك علي حق الطاعة. والله قلبي ما يريد الا ربع. يا ريت اعود من الشام القاكي رجعتي كيف ما كنتي. تعالي تعالي يا ربع، تعالي يا ربع، نهتك سدر الليل ونوصل بصباحه. تعالي. Thank you.
الزاهد ثوبان الى قلب رابعة فطهره مما علق به من المطامع الدنيوية وعادت به الى صورته الاولى الطاهرة مما جعلها تشارك جماعة رباح ابن عمرو بكاء ندمهم عسى ان يغفر لها الله ما تقدم من الذنوب. امنت رابعة لان البكاء اول طريق الندم والندم اول طريق التوبة والتوبة هي سبيل الخلاص من عذاب النفس التي انت بما تحمل من ذنوب فبكت بكل ما تحمل في نفسها من رغبة للتوبة عسى ان تغرق ذنوبها في دموع ندمها. الذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون. خاطب القرآن قلب رابعة فعرفت من آياته أن العلم نور الله فسعت إلى مجالس العلماء والزهاد وتلقت تعاليم الدين على يد الحسن البصري وسفيان الثوري وعبد الواحد بن زيد وعلى زاهدة البصرة حيونة. اللهم هب لي سكون قلبي بعقد الثقة فيك واجعل جميع خواطري واثقة برضاك ولا تجعل حظي الحرمان منك يا أمل الآملين. اليوم مسافر مولاي خليل وهي على هذا الحال. تخرج بالمساء ولا تعود الا مع الفجر. لابد اكشف سرها. كانت وين طول الليل؟ لا ادري يا مولاتي. كذابة! اما خليت مولانا يجلدك بالصوت. والله حرام يا ست دلال. والله ما ادري. غوري! يا حبيبي يا امان قلبي متعني برضاك. انا لك بروحي بجسمي يا رجائي يا املي يا حبيبي. أعلق قلبي بحبك فعساك ألا تردني عنك. لا تحرمني لا تطردني من لي سواك. يا حبيبي يا حبيبي. سامعة يا هند؟ طبعا تعشق سيد غير خليل. اسمع علي حتى يعود. والله لا خليه يوريكي من ذل قد ما وراكي من عز. الحمد لله على سلامتك يا سيدي خليل. وين رابعة؟ ليش ما حضرت حتى تقابلني؟ مريضة؟ اي والله مريضة. مريضة بالحب والعشق. ايش تقولي؟ من يوم ما سافرت الشام وهي تعشق غيرك.
تخرج له في المساء ما ترجع الا وش الفجر، وطول اليوم ما ينفتح لها باب، وما نسمع الا همسها تناجي وعلى البعد تناجي. وين هالساعة؟ عنده. يا ويلها، مدام خانت تبقى لا عاشت ولا كانت، حين ما تحضر اخبروني. امرك يا مولاي. رابعة حضرت يا مولاي. يا حبيبي، انارت النجوم ونامت العيون واغلقت الملوك ابوابها وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. يا حبيبي، لست أملك غير ساعات الصمت هذه، والناس نيام أخلد فيها إليك وألتمس رضاك يا حبيبي. الله الله، ما كنت أفكر إن خيانتك توصل بيكي حتى تناجي معشوقك في داري. مولاي خليل، أحمد الله على سلامتك يا مولاي. قولي لي، مين هو اللي شغل عقلك؟ هو صاحب العقل والقلب، شاغل الروح وصاحبها. تقوليها وما تستحيش؟ الحب ما هو عار يا سيدي. يعني بتحبي واحد غيري؟ وكيف لا احبه وانا ملك يديه وكل املي رضا. مين هو؟ مين هو؟ هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس اجمعين، الله سبحانه وتعالى. ربع بنت الليل تعشق الله، مثلك لا يحب الله ولا يحبه الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. اكفاك كذب، لا تظن بي التحفيل وكلة العقل، بعد اليوم لا تخرجي من داري الا على قبرك. انا مولاك لي الامر وعليك الطاعة. امرك يا ايه؟ والله اشتقنا للسماع والطرب. يا عبده، وين ربعه؟ ما زالت تصلي يا مولاي. تصلي؟ وتترك سادات البصره اللي حضروا لسماعها قاعدين منتظرين؟ احضريها يا دلال، احضريها بالقوه. امرك يا مولاي. عال والله، بكره بدل ما نقول رايحين نسهر ونسكت في دار السيد خليل، هنقول رايحين نصلي في مسجد السيد خليل. كفى، هذا ما يخيل علينا حتى لو سفيت التراب. هيا لا تطول انتظار الاسياد. الهي، أنت تعلم أن قلبي يتمنى طاعتك، ونور عيني في خدمة عتبتك، ولو كان الأمر بيدي لما انقطعت لحظة عن عبادتك، ولكنك تركتني تحت رحمة مخلوق من عبادتك. قلت لك هيا هيا قدامي. يلا. الشيخ عملت يا قوم، ممكن الشيخ رابعة حمد. هذا التوب لا يليق بمجلسنا. اشرب يا ربع. حد الله بيني وبين ما حرمه الله. اشربي اشربي. عسيان لأمري دلال، من الساعة وكلتك عليها، افعلي فيها ما بدالك. لا تشغل بالك يا مولاي. ما يعرف وجيعة المرأة إلا المرأة.
اشربي هذا وانا اعفي عنه. كل ده لازم تحمليه وترغيه في المخزن العالي قبل الغروب، فاهمة؟ هيا صمت وعلى رزقك افطر. انهضي اشربي هذا حتى تعود لك العافية. العافية من عند الله. واسع الرحمة يا كريم العفو، لأن كان يرضيك ما أنا فيه فزدني، وإن كان لا يرضيك فاكشفه عني وأبشرني بعلامة تظهر لي رضاك. فيه مكان لسواك يا إلهي، يا رحيمي، يا مليكي، أحبك يا حبيبي. أطلق رابعا، أطلق رابعا،
شيء؟ ابدا يا مولاي. سمعت صوت رهيب يقول لي اطلق رابعه. لابد كنت تحلم يا مولاي. لا يا دلال، هذا الصوت اسمعه من حين بدينا نعذبها. والليلة كان رهيب رهيب. لا تشغل فكرك يا مولاي. كيف لا اشغل فكري واحنا طول النهار نشيلها تقيل الاحمال ونحملها من العذاب ما يهد الكبال، لكنها تظل طول الليل سهرانة بسلطها وبتسبح حنشوانة، لا شعر بأوجاع ولا آلام. والله هذا شيء ولا في الأحلام. مولاي الحق يا مولاي، الحق رابع يا مولاي. مال ضليت عليها من طاقة السجن ورأيت، سبحان ما رأيت يا مولاي. ايش رأيت؟ قنديل بيشع نور ويعمل عين، القنديل متعلق فوق راسها، وسمعت اصوات اصوات يا مولاي سبحان من انطقها. النور نور البرق والصوت صوت الرعد. لا يا مولاي لا، تعال معي حتى ترى. تعال يا مولاي. سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه وتعالى. أحبك حبي حب الهوى، أحبك حبي حب الهوى وحب الهوى. فأما الهوى
سامحيني يا ربع، ظننت بك السوء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ربع، قديش حبيتك، هان علي أضحي بمالي وعمري واحرق الدنيا بنسها حتى اشوفك جنبي. حبيتك وما رحمت قلبك، ظلمتك وما هان علي ظلمك. لو كان مخلوق خدك مني اليوم لحرمته من نعمة الحياة، لكن خدك مني القادر على كل شيء. ربع، انا سلمتك لله، حرام تخدمي سيدين بعد اليوم. سيدي مولاي. ما عدت مولاك بعد اليوم، سيدك رب العالمين. اذهبي يا ربع، انت حرة، الدار دارك، اعبدي فيها الله كيف تريدي. وما دام عتكتيني لوجه الله تم جميلك واتركني ارحل. لكن لوين يا ربع؟ أي مسواحة في ملك الله، كيف ينساني وأنا ما أنسى. اندفعت رابعة بفضل الحرية التي حصلت عليها إلى المشاركة في الحياة الدنيوية، فاحترفت العزف على الناي واتخذت لنفسها مكانا يقصدها فيه الناس لسماعها، مستعينة بذلك على كسب ما يقوم بأودها. يا رابع، عندي مال يكفيك يا رابع، وكل هذا تحت أمرك. ما يسرني إنك لي عبد وإنك شغلتني عن الله طرف عيني. أهواك يا رابع، أريدك يا شهواني، اطلب شهوانية مثلك. كلامك هذا ما يخيل علي، تحسبيني اقول انك من الزهاد الواصلين؟ الزهاد الواصلين ما يفتحوا اوكار الليل ويصيروا لكل عابر سبيل. اخلص قسما بالله لهد هذا الوكر على رؤوسكم. هيا رابع، عليك امام الله تعالى لا تخافي، انا ثوبان. ثوبان لوين الفرار يا رابع؟ الى قضاء الله، عندي مكان امين وعمل صالح ينتظرك. ها؟ خلق وقردم. انا رابع يا خان. رابع بنتي، وفيت حقك علي يا خال، نسيتك وانا في دوامة الحياة. سمعت عنك وعن العز اللي انت فيه. راح كل شيء يا خال، ما بقى الا الله ولا عزة الا عز الطاعة. صدقت يا ثوبان، والله دلتني على باب من ابواب الجنة، هنا اقضي عمري في خدمتك يا خال. هاتوبة ولا ضمير، قسما بالله شايف بعين الراجل داخل عندها الليله وكل ليله. هذه فضيحتها فرض. ايش عقوبه الزاني؟ الرجم عند التلبس. اهتموا على الدار وخذوهم متلبسين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون.
دائما تدافع عن المؤمنين. اغفر لي، سامحني، سامحيني يا رابعة. معجزات يا عالم معجزات، والله ما طالتهم حصواي. كل ما الناس يحدفهم بصخرة كانت تطير وتتعلق في الهواء كأن درع خفي يتلقاها ويرضها عنهم. سبحانك يا رب، وأنا أشهد الحق، ريت ربعة كرامة من أكبر الكرامات. جفت الأرض ومات الزرع وخرجت علينا رابعة من الجبل، رفعت يديها للسماء وما كان فيها خيط سحاب، وما تم الدعاء حتى انهمر السيل تلاتية. الناس طاش عقلها، صابها جنون. اليوم طاش عقل الناس من الكرامات والمعجزات. اي والله، وقبل كده طاش عقلنا من جمال النغمات وسحر البسمات. الله يرحم ايامك ولياليك يا سيد خليل. من بعد رابعة صار تايه في الدنيا غريب، خدت قلبه معاه. يا هيك خدت قلبه وسبت عقله، اللي خلت الاثنين كلها يومين وتلقاه عندها درويش ملازم لعتاب. مين يضرب يا عالي؟ تركت حسناء الامس دنيا العالمين وبدأت حياة الزهد التي تاقت اليها. خرجت رابعة من حرب الناس ودنيا الشهوات الى حرب النفس وقمع النزوات، وحل لها قيام الليل وصيام النهار. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفحا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالضيف. فارغ وما اخذت شيء؟ لكن انا ما لقيت شيء. هذا البريد، خذه، اتوضا وصلي لله ركعتين. لكن انا لسه قاطع طريق وكان قصدي اقتلك. من قصد بابه لا يترد، استغفره واطلب منه التوبة بقلبك، ما يمنحها عنك. سيدي ومولاي، هذا عبدك قد أتى بابي ولم يجد شيئا عندي، وقد أوقفته ببابك، فلا تحرمه من فضلك وثواب. عظيم المغفرة، تقبل توبتي يا رب. يا رب يا رب، طهر قلوبنا يا وهدنا بهداك يا ارحم الراحمين يا رب.
انا رسول الخليفة هارون الرشيد، اريد اقابل امة الله رابعة. انا رابعة، مرحبا برسول الخليفة. يا رابعة، مولانا امير المؤمنين سمع الكثير عن زهدك فارسلني بالهدايا لتستعيني بها على معاشك. هيا. يا رب، هذا عبدك المسكين قصد بابك فقبلته في حماك، فهل قبلتني لديك يا رب؟ اعطوا هداياكم لمن مد يده حتى يسد بها حاجته. لكن هذه هدايا امير المؤمنين، كيف لا تقبليها يا رابعة؟ ما سألت الله شيئا من متاع الدنيا وهو مالكها، فكيف وقد عرفته اقبل منحة من سواه؟ يا عظيم المغفرة، رابعة انت ملاك يا رابعة. يا عصيت رابعة جارية الأبلة الحسناء التي زهدت زخرف الدنيا وقصد صومعتها الموحشة، العلماء وأهل الذكر والتائبون وكل راغب في الخلاص من سحب الذنوب والخطايا إلى رحاب التوبة والمغفرة. يا سبحان الله، ايش فعلت رابعة للناس حتى يآمنوا بيها؟ نسيوا ايش كانت من 20 عام؟ لا تخوف حق رابعة يا طاهر، انا ما قلت الشيء، لكن بتعجب كيف سحرت الناس زمان بالجمال والنغم، وكيف سحراهم اليوم بالزهد والتقوى. لا تتعجب من فضل الله يا طاهر، ومين يدرى يمكن ربنا يتوب عليه. يا ري، سأشعل نار الحب في الجنة وأسكب ماء الدموع على النار حتى ينجاب الغشاء عن طريق السالكين، فلا يلهيهم عن الله أمل ولا يردهم عنه خوف. يا رابع، حق تحبين الله؟ أحبه حقا. وتكرهين الشيطان؟ إن حبي لله ملأ قلبي حتى لم يعد فيه مكان لكراهية أحد. أنا أعبده خوفا من النار وطمعا في الجنة. ما أسوأ العبد الذي يعبد الله رجاء الجنة أو مخافة النار. يا رب، ذنوبي كثيرة وأريد التوبة، يا ترى ربنا يقبل مني؟ لا، بل لو تاب عليك لتوب، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو. وعالم، انا اريد اتوب، انا اذنبت في حق الناس وفي حقي، في حقك انت يا رابعة. يا قوم اشهدوا علي، انا اذنبت في حق رابعة، سليتها وكويت كلبها وفرقت بينها وبين احب الناس اليها، اريد اقول ان عصام الدين. يا خليل، كفانا من الدنيا واهلها، والله ليس لها في قلبي مكان، ولا تستاهل النظر اليها لولا انها من صنع الله. سامحيني يا رابعة، واعف عني واقبليني خادم اعيش جنب بابك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. يا سروري يا حياتي، دائما نشأتي منك وأيضا نشوتي، قد هويت الخلق جمعا أرتجي منك وصلا وهو أقصى منيتي. يا لها من عابدة لم يسمع الزمان بها، اذا فهي تعشق الله لذات الله عشقا منزها من كل غاية، وهي لا ترجو جزاء على حبها، فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا الى حبها ليرحمها به، وهي تحبه لان حبه هو غاية الغايات.
أما الزهد والعبادة فهما سبيلها إلى الحب حتى تفنى فيه. كيف؟ جعلت فداءك يا أمير المؤمنين، أوليست هي التي تقول مخاطبة الله سبحانه وتعالى: إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي للفؤاد أنيسي. سبحان الله، يؤتي الحكمة من يشاء. إني أتمنى أن أجلس إلى تلك المرأة وأسمع منها. يا أمير المؤمنين، ميخور ملك الروم نقض المعاهدة ورفض دفع الجزية المتفق عليها، وقتل عاملنا على الشام. ماذا؟ وهجم بجيشه على الأمنيين فقتلهم وحرق ديهم. إذن لقد أراد الحرب لتكن حربا، وعلى الباغي تدور الدوائر. عساكر الروم قريبين منكم، انا اتاركهم على مسيرة يومين. يلا يا اولاد يلا نتحمد مره رابعه. والشهد الرابعه مع عسكر الروم. حبيبة الله، من طلب حماها دار الله. الله الهي. رابع رابع يا رابع، لم لا تسألين الله أن يخفف عنك بعض ما تحسينه من آلام المرض؟ يا ثوبان، من الذي أمرضني وسبب آلامي؟ هو الله يا رابع. فإذا كان هذا قضاء ربي، كيف أعصاه ولا أرضى به؟ كيف أجرؤ فأسأله غير ما أراد؟ يا رابعة، هذا وقت الجهاد يا ثوبان. ولكن الله أعفى المرأة من القتال وأنت مريضة. ابتلاني الله فما طلبت العافية. أما وقد ابتلى الأمة بأعدائها، فإني أتوسل إليه أن ينهضني لنصرتها. هذا يا جود، تقعدوا مكتوفين واخوانكم في الصفوف امام العدا، تصيحون عاجزين وتطلبوا نصر الله؟ يا جود، الجهاد قمة الفرائض، الجهاد لا يعدله صوم ولا صلاة. ميتكم شهيد وعائلكم سعيد، هيا انهضوا انصروا دين الله ينصركم ويثبت اقدامكم. الجهاد يا قوم، والله لا اكون اول من يحارب في سبيل الله. يا رب، لو ذهبت واستشهدت في سبيل الله، يا ترى ربنا يقبل توبتي. يا خليل، ابشر بالنصر على اعداء الله. الله
انتهت الحرب فتحمل خليل على نفسه بالرغم من جراحه القاتلة وعاد ليبشر رابعة بانتصار العرب، ولكن رابعة كانت تستعد للقاء آخر شغلها عن كل شيء. كانت تستعد للقاء الحبيب، لبت نداء الله فرحة مستبشرة راضية. يا خليل، لو تعرف ما أعطه الله من مثوب لعباده الطائعين. اخرجوا، افسحوا الطريق لرسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.